بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التحذير من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفتن جمع فتنة، والمراد بها الابتلاء والامتحان. والله سبحانه وتعالى بحكمته يجري هذه الفتن على عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الذي يدعي الإيمان خداعا ومكرا. فالمؤمن الصادق يثبت عند الفتن، والمنافق يهلك عند الفتن ويفتضح أمره. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. بين سبحانه وتعالى أنه يجري هذه الفتن على الناس سابقا ولاحقا من أجل أن يتميز أهل الصدق في الإيمان من أهل الكذب. ولذلك أهل الصدق لا تزيدهم الفتن إلا ثباتا وطمأنينة، والمنافقون ينجرفون عند الفتن ويهلكون عند أول ما تقع، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولما جرت وقعة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتمعوا على قتالهم من المشركين وطوقوا المدينة، طوقوا المدينة من الخارج وخان اليهود من الداخل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى أن قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا موقف المؤمنين عند الفتن، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتصديقا لله ولرسوله وتسليما لأمره سبحانه وتعالى، لا يداخلهم شك، لأن موقفهم ثابت من حين دخلوا في الإسلام وهم داخلون على بصيرة وعلى يقين، وليس لهم غرض إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فهم لا يهمهم ما يجري عليهم، بل يعتبرون ذلك في سبيل الله عز وجل، وأنه مكتوب لهم عند ربهم. هذا موقف أهل الإيمان. وموقف أهل النفاق أنهم تظهر عليهم علامات النفاق ويتكلمون. كانوا في الأول يكتمون نفاقهم ويتظاهرون بالإيمان
وقت الرخاء، فإذا جاءت الفتنة صرح نفاقهم وتبين، حتى إنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فبين الله نفاقهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. ولما تبين موقف المؤمنين الصادقين وموقف المنافقين الكاذبين فرج الله للمسلمين هذه الكربة وبشرهم، وفضح الله المنافقين وبين نفاقهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله سبحانه وتعالى جاء بالفرج فأرسل ريحا بالليل باردة شديدة حصبت المشركين وكفأت خيامهم، وجاء معها الرعب في قلوبهم، وأنزل جنودا من الملائكة تدفع بهم وتلقي الرعب في قلوبهم. ثم قال في الذين خانوا معهم من المنافقين خانوا العهد: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني من قصورهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه هي النتيجة، صارت العاقبة لأهل الإيمان الذين ثبتوا، وصار الخزي والعار على المنافقين وعلى اليهود الذين خانوا عهد الله ورسوله. وبهذا تجلت حكمة الله سبحانه وتعالى من إجراء هذه الحادثة، ليتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق والكذب والخيانة والغدر. والفتن على نوعين: النوع الأول فتنة الشبهات، وهذه تكون في العقائد، فتنة الشبهات، بحيث يأتي من يشكك في عقائد المسلمين ويلقي الشبهات على دعوة التوحيد ويصحح عبادة القبور والأضرحة ويرى أنها من الدين وأن الذي ينكرها خارج عن الدين، فيأتي التشكيك في توحيد الألوهية، ويأتي التشكيك في توحيد الأسماء والصفات، فيأتي من يشكك في أسماء الله وصفاته ويدعي أنها لا تليق بالله وأنها تقتضي التشبيه والتمثيل، والله منزه عن التشبيه والتمثيل، فينفي أسماء الله وصفاته بحجة التنزيه، وكأنه أعلم من الله جل وعلا فيما يليق بالله. الله سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، وهذا يستدرك على الله ويقول: إن هذه لا تليق بك، ونحن ننزهك عما سميت به نفسك أو وصفت به نفسك. فتنقلي هذه الشبهة على ضعاف الإيمان ويصدقونها ويتبنونها، فنجم عن ذلك فرق الجهمية والمعتزلة
والأشاعرة والماتريدية كلهم جاءوا من هذه الشبهة، شبهة تنزيه الله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا منزه، منزه عما لا يليق به من النقائص والعيوب، لكن ينزه عن أسمائه وصفاته، هذا هو النقص. فالذي ليس له أسماء وليس له صفات هذا غير موجود، هذا يقتضي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فالذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود. لكن انطلت هذه الشبهة على هذه الفرق التي قلدت من ابتدعها وألقاها، فظل بها أمم، ظل بها أمم من الناس ولم يلتفتوا إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، والإلحاد هو الميل، هو الميل. فهم مالوا في أسماء الله وصفاته عن المقصود بها وحرفوها وغيروها وأنكروها، هذا هو الإلحاد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه شبهة عظيمة، هذه من الشبهات التي وقعت في العقيدة وهلك بسببها أمم. كذلك من الشبهات في العقيدة الذين أنكروا القدر، أنكروا القدر وقالوا إن الأشياء تقع بدون قدر وبدون قضاء، وإنما هي أمر أنف لم يسبق أن قدر ولا أن كتب في اللوح المحفوظ ولا ولا. وهؤلاء هم القدرية الذين ينفون القدر بزعمهم أنهم ينزهون الله عن الظلم، وأنه لو كان هناك قضاء وقدر لزم أن الله يعذب الناس على ما قضاه وقدره، فلذلك نفوا القدر. وانطلت هذه الشبهة على كثير من الجهال وضعاف الإيمان فقلدوهم ونفوا القدر، ولا تلازم بين إثبات القدر وبين عدل الله جل وعلا، فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكنه لا يضل إلا من لا يقبل الهداية. فالذي لا يقبل الهداية ويعرض عنها ويتبع هواه هذا يضله الله جل وعلا، لأنه هو السبب. والذي يرضى بشرع الله ويؤمن بالله وينقاد لأمر الله هذا يوفقه الله للعمل الصالح. فالله جل وعلا يقول: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله يقدر الشر على من يستحقه ويقدر الخير لمن يستحقه، والسبب من قبل العبد، والقضاء والقدر والجزاء من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. الله لا يستوي عنده المؤمن والكافر: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستوون عند الله جل وعلا. فقضاء الله وقدره يجري على العدل منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا
فلا يعذب أحدا على غير عمله، ولا يدخل الجنة أحد بغير عمله. فالجنة إنما تحصل بسبب الأعمال الصالحة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والكافر يدخل النار بعمله، بعمل الكفر والإلحاد والفسق، فهو أتي من قبل نفسه. أما الله جل وعلا فإنه لا يظلم أحد. وكذلك من فتنة الشبهات في العقيدة فتنة الخوارج، فتنة الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وكفروهم بحجة أنهم يفعلون شيئا من المعاصي، وأن الله جل وعلا يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قالوا هذا دليل على أن العاصي أنه كافر وأنه مخلد في النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأمثال هذه الآيات آيات الوعيد، وغفلوا عن آيات الوعد التي قال الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله يغفر للعاصي الذي لم يحصل منه شرك أكبر، يغفر له إذا شاء سبحانه، ويعذبه إذا شاء، لكن تعذيبه مؤقت وليس دائما كتعذيب الكفار. فهم أخذوا بطرف من الأدلة وتركوا الطرف الآخر، وهذا أخبرنا الله جل وعلا عنه بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل الرسوخ في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون الأدلة بعضها ببعض، يقيدون المطلق ويبينون المجمل، يردون النصوص إلى بعضها، يفسرون بعضها ببعض، ولا يأخذون بطرف دون طرف. المرجئة على العكس من الخوارج، أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والإيمان بالقلب ولا تدخل الأعمال فيه، فإذا كان مؤمنا بقلبه دخل الجنة ولو لم يعمل شيئا. أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فصاروا على طرف نقيض مع الخوارج. أما أهل السنة والجماعة وهم الراسخون في العلم فإنهم جمعوا بين النصوص، جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، وقالوا المعاصي التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يكفر صاحب الكبيرة التي دون الشرك، لا يكفر لكنه لا يكفر كما تقوله الخوارج، لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان لا كما تقوله المرجئة، إنه مؤمن كامل الإيمان. ويقولون لا تضر المعصية مع الإيمان، أهل السنة يقولون تضر، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
ينقص الإيمان حتى يكون مثل حبة خردل أو أقل من ذلك، ويقوى حتى يكون أمثال الجبال. بماذا يزيد وبماذا ينقص؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو الحق. الحاصل أن هذه شبهة من الشبه التي وقعت في العقائد، وهي فتنة الشبهات، أسأل الله العافية من الشبهات. وهذه أشد الشبهات وأشد الفتنة. النوع الثاني فتنة الشهوات، وهذه أخف من فتنة الشبهات، وتتمثل في المعاصي التي تخل بالسلوك وتخل بالأخلاق والأعراض والأمانة، مثل أكل الربا والسرقة، شرب الخمر والزنا. هذه فتن، فتن شهوات، لأن الإنسان إنما يأتيها بدافع الشهوة، بدافع الشهوة تدفعه شهوته، حبه للمال يدفعه لأخذ الربا، يدفعه لأخذ الرشوة، يدفعه للكذب والغش في المعاملة، شهوة المال تدفعه لذلك، وينسى الوعيد الوارد على من فعل هذه الأفعال ويتبع شهوته، يقع في الزنا، يسرق المال لأن شهوته بالمال، وهكذا. فهذه فتنة عظيمة. الإنسان المؤمن يقيد نفسه بقيد الشرع، ولو كانت نفسه تشتهي شيئا والشرع يمنع من ذلك فإنه يمنع نفسه ويقيدها بقيد الشرع، يمنعها من الربا، يمنعها من الرشوة، يمنعها من السرقة والخيانة، يمنعها من أكل أموال الناس بالباطل، يمنعها من الكذب، يمنعها من الغش، يمنعها من جميع ما يخل بالأخلاق، لأن هذه الأشياء تهلك النفس. وإذا أطلق الإنسان لنفسه العنان فيها فقد ظلمها، ظلم نفسه، لأن نفسه أمانة ورعية تحت يده، فيجب عليه أن يحفظها وأن يقيدها بقيد الشرع، ولو كانت تريد المعاصي وتريد الشهوات فإنه يمنعها من ذلك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى نفسه عن الهوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جمع بين الأمرين، خوف الله عز وجل ومنع نفسه من الهوى، فهذا تكون الجنة مأواه. وأما من أتبع نفسه هواها فهذا يكون مصيره إلى النار بحسب عمله، إما مصيرا مؤبدا للكافر والمشرك، أو مصيرا الله أعلم بمداه، لكنه لا يخلد إذا كان من عصاة المؤمنين والموحدين، فإن الجحيم هي المأوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه، زكاها يعني طهرها، طهرها من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي دنس. فالمؤمن يزكي نفسه يعني يطهرها
من الذنوب ومن المعاصي، وهذا قد أفلح. وإن كان في الظاهر أنه أهان نفسه لأنه ما أعطاها ما تشتهي، ففي الظاهر أنه أهانها، ولكنه في الحقيقة قد أكرمها ومنعها مما يضرها. وإن كان فيه لذة عاجلة فإنه ينظر إلى العاقبة، فمن حرصه على نفسه أنه منعه من لذة عاجلة تعقبها حسرة دائمة، هذا هو الذي زكى نفسه. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، يعني دنسها ودسها في التراب وأعطاها ما تشتهي، فنال لذة عاجلة تؤول إلى عاقبة سيئة، فهذا لم ينظر في العواقب وخان نفسه حيث لم يعمل بمصلحتها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني حاسبها في هذه الحياة الدنيا، حاسبها وأوقفها عند حدودها ولم يرخ لها العنان فيما تشتهي مما يضرها، بل يحاسبها ويوقفها عند حدها، هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة، يضيع الأعمال ويرتكب المحارم ويتمنى أنه يكون من أهل الجنة بدون عمل، لا يمنع نفسه من معصية ولا يلزمها بطاعة، يعطيها الخطام والزمام ويتمنى أنه يكون من أهل الجنة، لا يكون هذا أبدا. أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا عاجز وأمنيته لن تتحقق، لأنه لم يعمل السبب الذي يوصله إلى الجنة. والجنة لا تدرك بالأماني، وإنما تدرك برحمة الله جل وعلا التي سببها الأعمال الصالحة، سببها الأعمال الصالحة. فهذه فتنة الشهوات، والإنسان مع نفسه في جهاد، وجهاد النفس هو من أعظم أنواع الجهاد. الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد عدوه. إذا عجزت تجاهد نفسك كيف تجاهد عدوك؟ أما إذا قدرت على جهاد نفسك فإنك تقدر على جهاد عدوك. فلذلك جهاد النفس هو من أعظم الجهاد، بل هو أصل الجهاد، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، لأنها تتفلت إلى الشهوات وإلى المعاصي وإلى المغريات وإلى الملذات، فتحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي يريد الجنة يمسك بزمام نفسه ويصبرها على طاعة الله ويصبرها عن معصية الله، فهذا قد أخذ بالسبب الواقي بإذن الله من الفتن. أما الذي يعطي نفسه ما تشتهي فهذا يجري وراء الفتن، كل ما ظهرت فتنة بادر إليها لأن نفسه تدفعه إلى ذلك. والله جل وعلا يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفوس على ثلاثة أقسام كما جاء في القرآن: النفس الأمارة،
أمارة كثيرة الأمر بالسوء تأمر صاحبها دائما بأن يعطيها ما تشتهي، والموقف موقف صاحب النفس، هل هو يجري وراءها أو يمسكها ويجعلها تجري وراءها، إما أن تجري وراء نفسك وإما أن نفسك تجري وراءك. انظر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه واحدة. الثانية النفس اللوامة، النفس اللوامة وهي أحسن من الأمارة، لأنها تلوم صاحبها إذا وقع في مخالفة، تلومه نفسه وتوبخه فيتوب إلى الله عز وجل. ما هي بأمارة دائما تأمر، لكنها قد تأمر، لكن إذا أمرت فإنها حينئذ تتوقف وتلوم صاحبها. إن اللوامة كل ما وقع صاحبها في محذور فإنها تلومه وتوبخه، وهذه نفس المؤمن، نفس المؤمن. فالمؤمن دائما إذا وقع في ذنب لامته نفسه، لأنه نفس مؤمنة، فتلومه وتوبخه فيحمله ذلك على التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه النفس اللوامة. والنوع الثالث النفس المطمئنة، وهذه أعلى الدرجات، مطمئنة بالخير، لا تنزع إلى الشر ولا تريد الشر، وإنما دائما هي مع الخير ومع أهل الخير، فهذه أعلى درجات النفوس الطيبة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول الله لها عند البعث يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى صاحبك، الرب هنا معناه الصاحب، ارجعي إلى ربك فتعود إلى الجسم ويحيا بها ويقوم من القبر، يقوم من القبر ويمشي إلى المحشر، لأن الله جل وعلا إذا أراد البعث فإنه ينبت الأجسام من الأرض، ينبت الأجسام من الأرض كما ينبت العشب والبقل من الأرض، الأجسام في الأرض، البذور كلها في الأرض، بذور الأجسام كلها في الأرض. فإذا أراد الله البعث فإن هذه الأجسام تؤمر بالاجتماع، تؤمر بالاجتماع، فتجتمع الأعضاء والمفاصل ويتكون الجسم كاملا كما كان في الدنيا، إلا أنه ليس فيه روح، حتى لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير كل روح إلى جسمها، فتحيا وتتحرك الأجسام، ثم تؤمر بالمسير إلى المحشر. فالنفس المطمئنة تنادى بهذا النداء المبارك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى صاحبك، راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فانظر
يا أخي انظر نفسك مع أي هذه النفوس، هل هي نفس أمارة أو نفس لوامة أو نفس مطمئنة؟ انظر، ما تخرج نفسك عن هذه النفوس أبدا. فعليك بأن تكون نفسك مطمئنة حتى تحوز على هذا النداء الإلهي العظيم يوم القيامة. ما دمت على قيد الحياة وما دمت في زمن الإمهال والإمكان ولا تجري وراء الشهوات المحرمة والملذات العاجلة التي تعقب حسرة دائمة، فالعاقل فضلا عن المؤمن لا يقدم على شيء إلا إذا عرف نهايته وعاقبته. ما ينظر إلى مقدمته وزخرفه العاجل، وإنما ينظر إلى العواقب، فلا يغتر بالمظاهر وشهوة النفس، ولا ينظر إلى الكثرة من الناس ويكون معهم، بل ينظر إلى المخرج وإلى العاقبة. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الوردة حتى يعرف الصدر. فانظر إلى المصادر، لا تنظر إلى الموارد فقط. هذا هو العاقل. العاقل من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الحاصل أن هذه فتن الشهوات وفتن الشبهات، اليوم كثيرة الفتن الآن بنوعيها، الشبهات والشهوات كثيرة وتبث في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الكتابات والمؤلفات، تبث وتنتشر بسرعة. هذه أعظم الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه فتنة، فتنة الشهوات. يبيع دينه بالطمع، يأخذ الربا، يأخذ الرشوة، يأخذ المحرمات والمكاسب المحرمة، يأخذ الميسر والقمار وما أكثره في هذا الزمان بدافع شهوة المال دون نظر إلى الحساب. لا ينظر إلى الحديث: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل عن ماله يوم القيامة، وقد يكون ماله بالمليارات ومليارات المليارات، يسأل عنه فلسا فلسا: من أين اكتسبته؟ من طريق حلال ولا من طريق حرام؟ ثم إذا سلم من هذا السؤال صار من حلال، كله من حلال، فيما أنفقته؟ أنفقته في الحلال ولا في الحرام؟ ضيعته أو حفظته؟ تسأل عن هذين السؤالين: عن مالك من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. المال فتنة، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. كذلك الأولاد فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهما فتنة، والأولاد فتنة. هل تأمرهم بطاعة الله وتربيهم وتصبر عليهم وتجاهدهم على طاعة الله حتى يكبروا ويعقلوا، أو تهملهم وتتركهم؟ يحملك حبهم على تركهم وعدم أمرهم بطاعة الله
وتعطيهم ما يشتهون فهم فتنة تبتلى بهم تختبر بهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالله يبتليك بالأولاد، هل تطيع الله فيهم وتربيهم على الخير وتصبر على المشقة وتتابعهم إلى أن يكبروا ويعقلوا ويستقلوا، أو أنك تتركهم ولا تأمرهم ولا تنهاهم ولا تسأل ماذا يفعلون ولا أين ذهبوا ولا أين جلسوا ولا تسأل عن أحوالهم، تكون مضيعا لهم وأنت راع ومسؤول عن رعيتك يوم القيامة كما في الحديث. الناس بعضهم لبعض فتنة، قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي المؤمن بالكافر، ويبتلي المؤمن بالمنافق، ويبتلي المطيع بالعاصي، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يقوم بالجهاد في سبيل الله، هل يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يقوم بالتعليم والإرشاد، هل يقوم بالنصيحة، هل يؤدي ما أوجب الله عليه نحو الناس، أو أنه يدلس ويترك الأمور ولا يأمر ولا ينهى ولا يبين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالله يبتلي الناس بعضهم ببعض من أجل أن يظهر أهل الصدق أهل الإيمان الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو الذين يهملون ويقولون ما علينا، إنما علينا لم ننفسنا. نعم، الله حملك نفسك وحملك مسؤولية الآخرين، عليك مسؤولية نحو نفسك وعليك مسؤولية نحو إخوانك، ما هم ما عليك من الناس، عليك أنت لا تهدي الناس، الله هو الذي يهدي، لكن أنت عليك أن تدعو أن تبين أن ترشد أن تنصح، والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس يأخذ هذه الآية حجة، إذا قيل له لماذا لا تنصح جارك، لماذا لا تنصح أولادك، لما يا الله، الله يقول إنك لا تهدي من أحببت، ما سألناك عن هداية القلب، نسألك عن هداية البيان. الهداية قسمان، هداية بيان وهداية قلب. هداية البيان هذه من واجبك أنت أنك تبين للناس حسب استطاعتك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تعلم الخير إذا كنت من العلماء، ترشد تنصح، هذه هداية بيان وإرشاد، وهي واجبة على كل مسلم نحو إخوانه. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم يكتفي بقوله آمنوا وعملوا الصالحات، بل قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لازم من هذه الأربع، الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وإلا فأنت خاسر، إذا فاتتك هذه الخصال الأربع أو بعضها فأنت خاسر، إن الإنسان لفي خسر، ما تكون من الناجين من هذه الخسارة إلا إذا تحققت هذه الأربع حسب إمكانيتك واستطاعتك. فلا تقول أنا ما علي من الناس، أنا ما علي من الناس، عليك بحسب استطاعتك، تقول هذا واجب على فلان ولا على الهيئات ولا على، نعم فلان واجب عليه وانت واجب عليك والهيئات واجب عليها ولي الأمر واجب عليه، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد عليه واجب، ولا أحد يتحمل عن أحد يوم القيامة، كل يسأله الله عما استرعاه عليه. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور خصوصا في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الفتن، فتن الشبهات
في العقائد وفتن الشهوات في المعاملات والأخلاق والسلوك، وهي تروج بدقة بين الناس وتصل إلى الناس في عقر بيوتهم من طريق هذه الوسائل الدقيقة التي أوجدها الله فتنة للناس. هذه من تمام الفتنة. كان الناس من الأول ما يدرون عن شيء، واحد ما يدري إلا عن بلده أو محيط بلده، أما الآن صار العالم كله بمثابة بلد واحد صغير، كل ما يجري في أقصاه يصل إلى أقصاه من الشر ومن الخير، ولكن الشر أكثر ودعاة الشر أنشط، فالفتنة شديدة اليوم، فعلينا أن نتنبه لهذه الفتن الزاحفة المتلاطمة التي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كقطع الليل المظلم، وأخبر أنها يرقق بعضها بعضا، كل واحدة أشد من التي قبلها، وكل واحدة يقول المؤمن هذه مهلكتي هذه تتتابع. فنحن في زمان كما تعلمون الفتن فيه كثيرة، ولكن أين من يتنبه لنفسه ولإخوانه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، ترك المنكرات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن دائما في فتنة ما دام على قيد الحياة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، حتى عند الاحتضار يفتتن، وحتى في القبر إذا وضع في القبر يفتتن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع، ويأمر بذلك قبل في التشهد الأخير قبل السلام، استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال له فتنة عظيمة، وهي من أعظم الفتن التي تأتي في آخر الزمان ومن علامات الساعة. كل ما تأخر الزمان اشتدت الفتن وعظم الخطر وقل الأخيار وكثر الأشرار، ولكن الحق لا يزال ولله الحمد، لكن يحتاج إلى علم وبصيرة، ويحتاج إلى صبر ويقين، ويحتاج إلى ثبات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويتوفانا مسلمين مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه. في الحقيقة يا أخوة الأسئلة كثيرة، وهناك أسئلة لا تتعلق بهذا الموضوع، فأعتذر عن عرضها إلا إذا وجد وقت لها، لكن هناك بعض الأسئلة تتعلق بكثير من الفتن الموجودة في المجتمع. وقبل أن نعرض بعضها يا شيخ، هناك كثير من الناس إذا سمع بالفتن راح أو لفت انتباهه تلك الفتنة في المجتمع الموجودة العامة الكبيرة، أو تلك الفتنة الفلانية، أو فتنة المسيح الدجال، أو فتنة فتن آخر الزمان الكبرى. لكن هناك فتنة يا شيخنا، فتن خاصة في الناس من المال، حب المال، وما يحصل في المجتمع الآن في كثير من الناس من تهافتهم على المساهمات سواء المحرمة أو غير المحرمة، فيخشى من الوقوع في الحرام ووقوع في هذه الفتن. فنرجو من شيخنا التنبيه على هذه الفتن التي يتساهل بها كثير من الناس. نعم، هذا أشرنا إليه وقلنا إن الله جل وعلا أخبر أن الأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمن الناس من يحجزه إيمانه عن أخذ الحرام والمكاسب المحرمة
وإن كانت نفسه تريد ذلك وترغب فيه، لكن يمن الله عليه بالثبات وعلى حبس نفسه وعلى القناعية بالحلال وإن كان قليلا، وترك الحرام وإن كان كثيرا مغريا. المشكلة إن الحرام قد يكون كثيرا ومرابح باهظة تغري الناس، ويكون الحلال قليلا وله واقف مع الحلال، لأنه ما يجيه إلا شوي يسير، ما يقف عند هذا، يبي الكثير، هذا من الفتن. فعلى المسلم أنه يحذر من فتنة المال، ولا يحمله حب المال على المغامرة وعلى كسب المال من أين، من أي طريق. قد جاء في الحديث أنه يأتي على الناس زمان أن الإنسان لا يسأل من أين اكتسب المال، من حلال أو من حرام. هذه فتنة عظيمة، ولا شك أن هذه المغريات والمعروضات الآن والمسابقات والأسهم، الإنسان ما يقدم على شيء إلا إذا عرف أنه حلال وأنه ليس من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالحلال البين خذه، والحرام البين تجنبه، والمشتبه توقف فيه ولا تقدم عليه، احتياطا لدينك وعرضك وخشية أن يكون من الحرام. فإنك إذا تساهلت في الشبهات تساهلت في الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فعليك أنك تتوقع ولا تغامر ولا تقدم على معاملة إلا إذا عرفت أنها طيبة وأنها حلال. وما عرفت أنه حرام فابتعد عنه، وما اشتبه عليك توقف فيه ولا تقدم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كثرة الفتن باختلاف أنواعها، يظن بعض الصالحين أن السلامة منها اعتزال الناس والعيش بعيدا في مزرعة أو شعب من الشعاب، فهل هذا ظن صحيح؟ ومتى تكون العزلة خير؟ هذا فيه تفصيل، العزلة فيها تفصيل. فالإنسان الذي يكون في اختلاطه بالناس مصلحة، يعني يبين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح في الله، يلقي عليهم العلم الصحيح، يبصرهم، هذا لا تجوز له العزلة، بل يجب عليه أن يخالط الناس وأن يدعو إلى الله وأن يبين. أما الإنسان اللي ما عنده استطاعة، ما عنده علم، ما عنده معرفة، فهذا العزلة لا شك أنه خير له، أو واجبة عليه إذا خشي على دينه. اللي ما منه مصلحة إذا خالط الناس بل عليه مضرة، هذا يكون اعتزاله إما أنه أحسن أو واجب عليه فرارا بدينه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أنه إذا اشتدت الفتن في آخر الزمان، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا يعصم من الفتن بإذن الله، إذا كنت مع جماعة المسلمين، مع إمام المسلمين، فإن هذا نجاة من الفتن بإذن الله. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، لأن هذه الفرق كلها على ضلال، فلا تخالطها، اعتزلها ولا تقبل النصح، لأن كل فرقة
تدعي أنها على الحق ولا تقبل النص، فعينئذ اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أنت على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال أقول للإخوة أن ينتبهوا له ويفهموا أن جئنا إلى هنا لنتعلم العلم من فضيلة الشيخ وأن نحسن النيات. بعض الشباب، هذا سأل في الحقيقة لما جاءتني بعض الأسئلة، جاءني هذا السؤال ولفت انتباهي كأن فيه دقة يعني، فقال بعض الشباب يضعون أسئلة للمشائخ ويقولون مثلا ما رأيك في من يفعل كذا بدون ذكر اسمه، ثم بعد ذلك وبعد أن يجيب الشيخ بتخطئة هذا الفعل أو تبديعه أو تجهيله ينشرون الفتوى بأن الشيخ فلان بدع وجهل الشيخ الفلاني. وإضافة إلى ذلك جاءتني أسئلة كثيرة. في الحقيقة بعض الناس يستفسر عن تصوير الكاميرا بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي وغيره، لكن تصوير المحاضرات ما حكمها؟ ثم بعض الناس يسأل سؤال كأنه يقول للشيخ قل حرام حتى أقول شيء. نحسن الظن، لكن بعضهم سألني سؤال هنا مكتوب يقول ما حكم كتابة قوله تعالى في المحراب الموجود هنا في المحراب فلنولينك قبلة ترضاها؟ كانوا يا شيخ يقول قل الفتوى عشان هم يدرون بس. فنريد من شيخنا يعلمنا المنهج الشرعي وماذا علينا في طريقة السؤال وفي النية الصالحة، وفقكم. أما أن المسؤول يجيب عن السؤال عموما دون أن يخص أحدا ويقول هذا الفعل حرام أو هذا الفعل حلال، فهذا واجب على من سئل أنه يبين الحلال والحرام. أما كونه يأتي من يحمل كلام المجيب على شخص معين، هذا من الكذب، هذا من الكذب على المجيب، هذا كذب. فالمجيب ما عين شخصا ولكن يقول من فعل كذا، من فعل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فالجواب عن الأشياء وعن الأفعال وعن التصرفات هذا يجب البيان فيه لئلا يبقى الأمر ملتبسا على الناس. أما الأشخاص فهؤلاء من أسند إليهم هذا الجواب وقال أن المجيب يعنيهم فقد كذب عليه، وحسابه على الله عز وجل. نحن لا نريد الأشخاص، وإنما نريد بيان الحكم الشرعي على الأفعال والأقوال فقط. هذه ناحية. الناحية الثانية مسألة التصوير، هذه صدرت فيها أجوبة من أفراد المشايخ ومن مجموعات المشايخ، وهي موجودة، موجودة ومطبوعة ومتداولة، فاللي يسأل يرجع إليها، يرجع إليها ويعرف إن شاء الله الحق في ذلك. وأما قضية الكتابة في المساجد على وجه العموم في المحراب وفي غيره هي مكروهة، نص العلماء على أنه لا يكتب في المسجد كتابات تشغل المصلين ولا تزخرف المساجد، وإنما تكون المساجد مبنية بالبناء اللائق الذي ليس فيه زخرفة وليس فيه مبالغة أو نقوش أو كتابات، مساجد تجرد من هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. ابتلينا ومنذ زمن بنغمات الجوالات، خصوصا تزداد الفتنة عندما تكون هذه النغمات أثناء الصلاة وفي المساجد، بل هناك أيضا ظهر في الآونة الأخيرة بعض الإخوان ممن يريدون الخير جزاهم الله خيرا أنهم يضعون النغمة آية من القرآن الكريم أو الأذان أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأذكار، فما توجيهكم في ذلك؟ التشويش على المصلين منهي عنه، على المصلي وحده أو مع جماعة، لا يشوش في العبادة على المصلي المنفرد ولا على الجماعة،
بأي شيء من أنواع التشويش. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نهى عن الإسراع والركض، لأن هذا يشوش على المصلي ويشوش على الناس، بل يأتي بسكينة ورفق حتى لا يحصل تشويش. فكيف بالنغمات المحرمة؟ النغمات الموسيقية محرمة، ففيها محذوران: محذور الأول أنها نغمات موسيقية محرمة، وثانيا فيها تشويش على المصلين. ولو كانت آية، لو كانت آية أو حديث ما يشوش به على الناس في الصلاة أو في المساجد، سواء كانوا يصلون فريضة أو يصلون نافلة أو يقرؤون القرآن أو يذكرون الله بالتسبيح والتهليل، لا تشوش على الناس. يا أخي، عندما تدخل مع باب المسجد أغلق الجوال، لأنك داخل للعبادة، ما دخلت للمكالمات، داخل للعبادة. فإذا خرجت من المسجد افتح الجوال، الجوال خارج المسجد، وأما العبادة ومكان العبادة فإنك جئت للعبادة فلا تشتغل بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. نكرر يا شيخ قضية وضع الآيات، أن الآية قد يقطع الآية وهو لم يكملها القارئ، فهل هذا نعم قد يقرأ يكون النغمة آية ثم يأتي يفتح الجوال قبل أن تكمل الآية؟ وكذلك في بعض المكاتب أو في بعض المنازل يكون هناك من يقرأ الآية وتقطع الآية قبل يرفعها، يرفع السماعة ثم بعد ذلك يرد قبل أن تكمل الآية. كذلك هو ما وضع الآية للتلاوة، إنما وضعها للتنبيه فقط، للتنبيه على المكالمة، ما وضعها للتلاوة ولا طلبا للأجر، وإنما وضعها للتنبيه. فأحسن يضع شيئا منبها غير الآية وغير الجرس وغير الموسيقى، غير الآية المكرمة والمحترمة وغير الموسيقى المحرمة، يضع شيء منبه ليس فيه شيء من هذا ولا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لقد ابتلينا في هذه الأيام في وسائل الإعلام وفي الصحف على وجه الخصوص بأناس يقومون بالتشويش على المسلمين في أمور دينهم، مثل قضية الحجاب، ويشككون في علمائنا وفي فتواهم، وهذا مما يساعد على الفرقة بين المسلمين، ويستدلون بأقوال بعض العلماء ويذكرون ولو كان أن هذا القول هو فهمه غلطا. يقول: فهل اتخذتم مع الأمور إجراءات تقوم بردعهم وردهم إلى الصواب وعدم السماح لهم بالخوض فيما لهم به؟ لا شك أن هذا من الفتن، يعني الخوض هذا ودخول الجهال والمغرضين في مسائل العلم، هؤلاء أكثرهم ليسوا من أهل العلم ويدخلون في مسائل العلم، والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فاللي ما عنده علم لا يدخل في مسائل العلم، حرام عليه. هذه ناحية. الناحية الثانية: خلاف العلماء، العبرة ليست بالخلاف، الخلاف واقع ولا بد منه، لكن العبرة بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالخلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وما عليه صحابته الأكرمون، فمن شهد له الدليل أخذ بقوله، ومن خالف الدليل فإنه يرد قوله. والأئمة يقولون ذلك، يقول الإمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة، يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين،
وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، ما يقدم على هذا شيء. هذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أبو حنيفة يقول: ما ننظر للخلاف، ننظر إلى قول الرسول وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ونترك ما خالفه. الإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا راد ومردود عليه. فالأقوال فيها ما هو خطأ وفيها ما هو صواب، واللي يميز الخطأ من الصواب هو الدليل من الكتاب والسنة وقول الصحابة، هذا اللي يبين الخطأ من الصواب. أما اللي يأخذ أقوال العلماء بدون تمحيص فهذا يتبع هواه، ما يتبع أقوال العلماء، كذاب. ما أخذ بقول الإمام أبي حنيفة على الرأس والعين، ولا أخذ بقول مالك كلنا راد ومردود عليه، ولا أخذ بقول الشافعي إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الحديث، يأخذون بقول سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم فتنة في قلوبهم والعياذ بالله. فأخذ رأي سفيان الثوري رحمه الله إمام جليل فقيه عالم مشهور، الأخذ بقوله إذا خالف الدليل يخشى من وقوع الفتنة بالأخذ به، وهو إمام جليل لكنه ليس معصوما، فكيف باللي يأخذون ما يصلح لهم ويتركون اللي يصلح لهم يأخذونه ولو ما عليه دليل ولو خالف الدليل، ولو أن قائله ليس من أهل العلم حتى يأخذون به يوافق أهواءهم. هؤلاء والله ما وافقوا العلماء ولا وافقوا الدليل، وإنما وافقوا أهواءهم وما توليه عليه نفوسهم، فلا عبرة به. والحمد لله أن أكثرهم ما هم طلبة علم، وأنهم متطفلون ليسوا طلبة علم. أولا ليس لهم الدخول أصلا، وليسوا طلبة علم، وليس هذا من شأنهم. لكن حتى لو كانوا طلبة علم أو حتى علماء فلا بد من التمييز بين الحق والباطل والخطأ والصواب. فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولم نؤمر باتباع فلان أو علان. نعم. أحسن الله إليكم. الشرور يا فضيلة الشيخ التي تحصل من القنوات الفضائية، وما خرج علينا أخيرا من عدة سنوات برنامج ستار أكاديمي وغيره من البرامج التي تنشر قلة الحياء في المجتمع، ما توجيهكم لذلك، وما توجيه الإخوة في إنكارهم لهذا الأمر؟ هذا فيه أمران: الأمر الأول يخص ولاة الأمور والعلماء، هؤلاء يجب عليهم، العلماء يجب عليهم أن يبينوا حكم هذا الشيء، والأمراء وولاة الأمور يجب عليهم منع هذا الشيء إذا استطاعوا، يجب عليهم منعه إن استطاعوا، هذا من صلاحياتهم ومن سلطتهم وأمانتهم التي حملهم الله إياها. والعلماء قد بيّنوا هذا البرنامج وأصدروا فيه بياناً موجود الآن، بيان صدر من سنتين في تحريم هذا البرنامج وبيان ما فيه من المفاسد. فالذي يقبل الحق ويريد الخير يأخذ هذا البيان ويصوره ويوزعه على الناس، وله الأجر في ذلك، وهو موجود لدى دار الإفتاء. وأما بالنسبة لعامة الناس، الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يجنبوا هذا البرنامج بيوتهم وأولادهم ونساءهم، أن لا يدخلوه في بيوتهم ولا ينظروا إليه،
لأنه شر وفتنة وفيه محاذير كثيرة. فالواجب عليهم أن يتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر. فأنت تقي نفسك من هذا البرنامج وأمثاله، وتقي أهلك وأهل بيتك، لا تجلب لهم الشر تدخلوا عليهم وتقول يريدون هذا، طلبوا من هذا الفلان زي قالوا كذا الجيران. يا أخي اتق الله، أنت في زمان فتنة، عليك نفسك وأولادك، وأصلح في الناس ما تستطيع إصلاحه، لكن أول شيء أنت وأولادك، رعيك تحت أمرك، عليك بتقوى الله عز وجل في نفسك وفي أولادك. وما أظن أن واحد يبي يجي يجبرك بالسيف يقول لازم تدخل هذا البرنامج، أنت اللي تدخله برغبتك أو طاعة لزوجك أو أولادك الصغار والسفهاء، أنت اللي تدخله برغبتك. فاتق الله في نفسك وفي أولادك، هذا البرنامج وغيره مما فيه شر وفتن. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هناك انتشرت فتنة يقول لقد سمعت في شريط بأن جماعة في الغرب قامت بتسجيل عذاب القبر، ويسمعك أصوات المعذبين من نساء ورجال بواسطة الذبذبات، فما الرد على هذه الشبهة التي انتشرت؟ عذاب القبر حق وثابت متواتر لا نشك فيه، ولا نحتاج إلى أن الاتحاد السوفيتي يجيب لنا نموذج ويقول هذا من عذاب القبر، هذا خبر كافر ألا نقبله. ثانيا، عذاب القبر ما هو في بعيد حتى ما يدرك إلا بالحفارات البعيدة كما يقولون، حفارات إنها افترقت كذا ووصلت إلى كذا. عذاب القبر قريب، ما بينك وبينه إلا يمكن ذراع أو ذراعين، القبر قريب والعذاب فيه قريب، لكنه من أمور الآخرة ما تسمعه ولا تراه، لأن كنت في الدنيا وهو في الآخرة، أنت في دار وهو في دار. وقد يسمعه الله من يشاء من عباده من أجل الموعظة والتذكير، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، فهو ما هو بعيد ما يدرك إلا بالحفارات كما يقول الاتحاد السوفيتي. ثم أيضا، هل الاتحاد السوفيتي وصل إلى سجين في الأرض السابعة؟ سجين في الأرض السابعة وين؟ ما تدركها الحفارات الدنيا ولا طبقة واحدة من طبقات الأرض السبع. فهذا واضح أنه كذب. وأيضا هذه الأصوات ما يبعد أنها تمثيلية، وأنهم اجمعوا ناس يصوتون ويصرخون وسجلوا أصواتهم وقالوا هذا عذاب القبر. من يأمنهم؟ من يأتمنهم على هذه الأمور؟ ونحن لا نشك في عذاب القبر حتى نحتاج إلى مثل هذه الأمور وهذه الترهات. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال فضيلة الشيخ، الآن إذا فتح الإنسان على في الراديو وسمع الأخبار أو اطلع على أي قناة في الأخبار، سمع وقد حصل هناك تفجير وقتل، وثم في المجالس يحدث هناك خوض في كلام كثير ما يحصل في العالم، فهل هذه الأشياء هل فيها خير لقلوبنا، وهل فيها صالح لقلوبنا، أم نخوض فيها بقدر؟ وجهنا جزاكم الله خير. الأمور العامة التي تهم المجتمع كله هذه من صلاحيات ولاة الأمور، هم اللي ينظرون فيها وهم اللي ينظرون في شأنها، أما عامة الناس فلا دخل لهم فيها، دخولهم فيها ما يحدث إلا شرا، فينبغي أنهم يسكتون عن هذه الأمور. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا من الخوف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته،
والذين يرجعون إلى سنة الرسول هم العلماء، هم العلماء. ولاة الأمور هم أهل السياسة الذين قلدهم الله الولاية على المسلمين، وعندهم من الخبرة في السياسة وإدراك الأمور ما ليس عندنا، يطلعون على أشياء ما نطلع عليها. والعلماء يعرفون الأحكام الشرعية أكثر مما نعرفه. هذه الأمور لا دخل للعامة فيها، هذه من دخل العلماء وولاة الأمور، وعسى الله يعينهم على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ويجب أن المجالس تشتغل بما فيه خير وما فيه نفع، وتترك الأمور التي ليست من اختصاصها. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وثابه على ما قال وقدم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.